صار ايامكم معكم مجد البان من شركه الاس ام. اليوم رح نحكي عن منطقه دمشاي. طبعا هي احلى اجمل منطقه في هاي المدينه، تعتبر هي مكان سياحي. منطقه دمشاي فيها نهر بيمتد من كونيا لالانيا، طوله تقريبا شي 200 كيلومتر، بيصب بالاخير البحر المتوسط. رح نشوف. اوكي، حاليا نحن قريبين صرنا من مغاره دمكيف. طبعا مغاره دمكيف هي من اكبر ثاني مغاره في تركيا، بيصل طولها 360 متر، بيصل عمرها المليون سنه. رح نشوف. هدي قرشو. مع الأسف ما بيخلونا نعمل فيديوهات بروفيشنال، لازم يكون فيديوهات عادية، فرح نعمل أرشيفات نحط لكم إياها ونرجيكم الفيديو بس بغير تصوير. أكثر من 100 مطعم موجود في منطقة دمشاي، وأنا بعتبر هذا المكان جيد جدا إنه يجي واحد عليه مع العائلة بالعطلة الأسبوعية. منطقة دمشاي مشهورة في الأكلات التركية الشعبية والأعداد العربية اللي عم نشوفها نحن خلفنا.